بصي انا من صغري في انفايرمنت في فنيه، يعني عيلتي عماتي وجدتي كانوا ناس ارتستس، عمتي بتخيط من زمان قوي هما الاثنين وبينتر، ففكره انه يعني I was looking up to them، نفسي ابقى زيهم، ده من طفولتي. وقت ما ابتديت اقرر بقى انا عاوزه اعمل ايه، كنت عاوزه ادخل فنون جميله، وبعدين بابايا نصحني انه ادرسي حاجه بزنس تنفعك في اي نوع بزنس انت عايزه تعمليه later on، وبعد كده ادرسي الحاجه اللي انت عاوزه تعمليها. فعملت كده فعلا، دخلت بزنس ادمنستريشن، وبعد ما اتخرجت في مخي ان انا عاوزه اشتغل حاجه يعني حاجه ليها علاقه، حاجه ارتستيك، حاجه ليها علاقه بالفن. طب هل انت ما كنتيش معترضه ان انت برضو تدخلي بيزنس وانت مش حابه الموضوع قوي؟ لا انا كنت شاطره، لا انا كنت شاطره قوي في الارقام وفي الاكاونتنج، يعني كنت برضو بتحبي ده؟ فانا كنت متحمسه لده، والصراحه ده فادني قوي قوي في شغلي، يعني ان انا اعرف اكبر البيزنس بتاعي بسرعه ليتر اون بقى، وانا دارسه ماركتنج ودارسه اكاونتنج، الحاجات دي نفعتني قوي في شغلي وانا صغيره، انه ما عنديش بادجت ان انا اعين ناس اكسبرتس في المجالات دي، بس انا عندي النوليدج الصغيره اللي تخليني اعرف اكبر البيزنس بتاعي. فبالعكس انا كان بالنسبه لي اضافه خطيره ان انا درست بيزنس وبعدين بدات ان انا ادرس فاشن. بس قبل ما تبداي بقى البيزنس بتاعك، خلينا نعرف انت كنت الاول حاسه انك عايزه تعملي حاجه ليها علاقه بالفن، لكن انت مش عارفه ايه هي بالظبط. امتى بقى اكتشفتي ان هو الفاشن ديزايننج؟ وقت ما انا كنت بعمل فستان فرحي من 10 سنين. البروسيس نفسها كانت بالنسبه لي، يعني اول حاجه بداتي تشتغلي عليه هو فستان فرحك؟ ما خيطتوش، ما كنتش لسه بعرف اخيط، بس انا اللي عملت الديزاين بتاعه. كان بالنسبه لي تشالنجينج قوي وقتها، يعني فكره ان انا عايزه اعمل فستان معين قوي بشكل معين في الوقت ده. ما كنتيش لاقي حد يعني يعمله بالشكل اللي انت عايزاه؟ ما كنتش لاقي حد يعمله بالشكل انا عاوزاه، وكان في فكره معينه في دماغي ومش عارفه اكومينيكيت ازاي، يعني اعملها ازاي. فرسمت بقى رسمه كده، كنتش لسه شاطره قوي في الرسم، واخدت المقاسات بتاعتي لنفسي ونفذته في مكان بره، وطلع لذيذ جدا وقتها. فبدات شعورك ايه بس يعني ده فستان فرح؟ يعني اي حد بيقول لا لازم كل حاجه تكون مظبوطه، لان الواحد بيكون متوتر اصلا من تفاصيل الفرح، فتخيلي ده حقيقي متوتره من الاثنين. بصي انا اصلا فكر دلوقتي ده كان ريسك فظيع وقتها، يعني مش عارفه ازاي خدته، بس وقتها انا كنت متحمسه قوي، ف يعني لقيتي ما كنتش حد يشجعك على الفكره؟ مامتي شجعتني، بس كانت طول الوقت اللي هو متوتره نشوف بالظبط. بس دلوقتي حسيت بحجم الريسك عشان بقيت موجوده جوه الفيلد، بس وقتها انا كنت زمان متحمسه، ما كنتش مرعوبه يعني. ولما خلصتي فستان الفرح حسيتي ان ايه ده؟ طب حسيت اكمل في المجال ده؟ كانت فكره لذيذه قوي وقتها ان انا عملت الديزاين وحد بره اللي نفذه لي، فبدات يعني ما كنتش قصده خالص، بس بدات بقى اعمل صاحبتي وبعدين فريندز اوف فريندز، والموضوع ابتدى ياخد شكل بيزنس صغير، وانا اوريدي بشتغل عادي في كوربريت وكل حاجه. ففضل البيزنس ده شغال معايا، بس بدات بقى اكتشف ان انا في حاجات محتاجه اتعلمها. انا من اول خالص مقرره ان انا مش عاوزه الونش براند باسمي، باسم ساره انسي، غير ما اكون بجد فاشن ديزاينر عارفه يعني ايه فاشن ودارسه ده باي هارت.